أعلن رئيس لجنة الملكية لتحديث وتطوير المنظومة السياسية سمير الرفاعي أن اللجان الفرعية المنبثقة عن اللجنة الملكية، وهي لجان الشباب والمرأة والإدارية، سترفع توصياتها إلى اللجنة خلال الأسبوعين المقبلين. وخلال لقائه فعاليات سياسية وحزبية واقتصادية في إربد، أكد الرفاعي أن جميع الأردنيين شركاء في عمل اللجنة من خلال طرح أفكارهم ورؤاهم حول آليات وأدوات الإصلاح الشمولي المنشود. أشار الرفاعي إلى أن مخرجات اللجنة تحظى بضمانة ملكية سامية بالتوصية بإجراء بعض التعديلات الدستورية بما يتواءم مع مخرجاتها وتوصياتها. قال الرفاعي إن اللجنة ستعمل على وضع خارطة طريق تهيئ للأحزاب على مدار 3 سنوات مقبلة بيئة لتطوير نفسها أو نشوء أحزاب جديدة بما يمكنها من الوصول إلى قبة البرلمان. نبتعد عن موضوع أنه ننتخب أشخاص وبنهاية المطاف ما في برنامج واضح اللي نائب أو نائبين أو 3 أو 4 موجودين تحت قبة البرلمان ولكن لا يستطيعوا أن يقدموا شيء. وقانون الانتخاب لأول مرة راح يكون في مقاعد محجوزة للأحزاب اللي بإذن الله خلال 3 سنوات القادمة تمكين الشباب كان أولوية، تمكين المرأة كنصف المجتمع وتتحمل أعباء، فهي ليست فقط سيدة ولكن هي أم وأب في كثير من الأحيان وصديق وتتحمل ورافعة المجتمع. بيان مفصل عن آلية تشكيل اللجنة وأهم المهام المنوطة باللجنة، إضافة إلى بيان ما توسط له هذه اللجان خلال عملها بالشهر أو بالست أسابيع السابقة.